types of muscle contraction. حد يقدر يقول لي الاكسرسايز انواع يا جماعه؟ واحد عايز يعمل ماسكولار اكسرسايز. انواع الماسكولار اكسرسايز ايه؟ ايه هو؟ حد يقول يا جماعه ايه انواع الماسكولار اكسرسايز؟ واحد هيقول لي مايلد وموديريت وسيفير، ماشي كلام كويس، بس في تقسيمه ثانيه يقول لك حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن وحاجه اسمها ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن وحاجه اسمها ايزوتونيك كونتراكشن. شوفوا الكلمه تفهموا المدلول. كلمه ايزو يعني يساوي ايكوال، تونيك جاي من التون، التنشن ماسل تنشن، التون جوه المصل. ايزو يعني ايكوال، متريك يعني لينث اوف ماسل. قال لك في نوعين من المصل كونتراكشن، في كونتراكشن يحصل معاه شورتنينج للمصل، وفي كونتراكشن ما يحصلش معاه شورتنينج للمصل. ازاي؟ ركز معايا. لو انا قلت لواحد عايزك تزق الحيطه دي تحركها، وقعد يزق في اخر نبهته، ايه رايكم؟ هل هيحصل مصر كونتراكشن؟ حصل مصر كونتراكشن، بس هل هيحصل شورتنينج للمصر؟ لا، هو قاعد يزق في الايه؟ في هذا الرول، لكن لما يجي يزق جامد هتحس، هو يحس بايه؟ بان التنشن جوه العضله زاد. يحس بايه؟ بان في بريشر عالي هنا، تنشن عالي جوه المصر. خلاص؟ لكن هل عمل شغل؟ هل حرك الورد؟ لا. يبقى اما اجي اقول ايزومتريك ماسل كونتراكشن يعني معناها اطيب اوف ماسل كونتراكشن ان ويتش ذير از نو تشينج ان ماسل لينث. الماسل لينث زي ما هو. لكن الماسل تنشن هيزيد. والمثال اللي عندي لو الواحد عايز يشيل اوفر ويت، يعني مثلا عايز تشيل مثلا ايه؟ طن حديد بصابع او بايد، تقدر تشيل تحرك الطن حديد؟ ما ينفعش. على النقيض الايزو ايه؟ تونيك ماسل كونتراكشن. الايزو تونيك ماسل كونتراكشن انا عايز اشيل الالم من هنا لهنا، شلت الالم اهو، ايه رايكم؟ وحركت ايديا بالشكل اهو، هنشوف حالا رسمه. اولا انا حركت ايديا وشلت الالم من مكان لمكان ولا لا؟ يبقى عملت ورك، عملت شغل. طيب هل المصل هيحصل فيها شورتنينج؟ اه هيحصل فيها شورتنينج. هل التنشن اتغير؟ لا، ده ثابت ايزوتونيك ماسل كونتراكشن. خلاص؟ قال لك نورمالي الموفمنت اللي في الجسم ان انا عايز اشيل مثلا بفرض ان انا اشيل الالمين دول من هنا كده. قال لك بتبتدي الاول بايزو ايه؟ متريك. ان انا وانا بشيل الاول احاول اعمل ايه؟ ارفع البريشر في العضله الاول اللي هو ايكوال لده. الخطوه الثانيه ان يحصل ايه؟ الخطوه الثانيه ان يبقى التنشن ايه؟ ثابت لكن اللينث يتغير. يبقى تاني الحركه العاديه اللي جوه الجسم يا جماعه هلاقي فيها ايه؟ بتحتوي على الاثنين، بتحتوي على اول حاجه عندي الايزو ايه؟ ها؟ الايزو متريك في الاول، يعني في الاول خالص انا عايز اشيل الاقلام من هنا، عايز اشيل الكرسي، ركزوا معايا. انا عايز اشيل الكرسي ده من هنا احركه لهنا. لازم في الاول الخطوه الاولانيه ان انا ولا التنشن جوه العضله مساوي لهذا الكرسي. فتلاقي الخطوة الأولانية، أنت جرب كده، حاول تشيل الكرسي، هتلاقي في الأول خلي حد حتى يحط إيده على العضلة بتاعتك. وأنا بشيل الكرسي وأنت حاطط إيدك كده تحس إن التنشن جوه العضلة زاد. فإنيشيالي هيبتدي بأيزومتريك، وأنا بشيل لسه في الأول اللمس ما اتغيرش لكن التنشن زاد. وانس إن أنا شلت الحمل بالشكل ده اتحول بدل أيزو إيه؟ بدل أيزومتريك بقى أيزوتونيك. هيحصل شورتنينج. فاغلب الموفمنت اللي بتحصل جوه الجسم تبقى ميكسد، بتبقى انيشيالي ايزومتريك، بعد كده تبقى ايزوتونيك. يبقى انا عندي تاني التايبس اوف ماسل كونتراكشن. نبص على الرسمه اللي جايه دي، واضح جدا اهو الايزوتونيك وادي ايزومتريك. ايزومتريك الماسل لينث زي ما هو ثابت، بيحاول يشد حاجه ما بتتشدش، او حاول يزق حاجه ما بتتزقش، نو ورك دان، مفيش شغل اتعمل. المصل لينس ثابت زي ما هو، لكن التنشن هيزيد جوه العضله. واحد بيشيل حديد بالشكل ده، هتلاقي المصل لينس زاد ولا قال؟ قال اهو. عمل ورك ولا لا؟ حرك التقل ولا ما حركوش؟ حركه. يبقى المصل حصل ايه؟ ديكريز المصل لينس، حصل شورتنينج، وادى الى ان ورك دان، انا حركت شيء. صح ولا لا؟ في انواع من الايه؟ من الايزو
تونيك ماسل كونتراكشن اوقات يحصل شورتنج واوقات يحصل لينسنج. يعني ممكن يبقى تقل شديد قوي في البدايه يشد ايدي لتحت يبقى عمل لها ايه؟ لينسنج. خلاص؟ يبقى تاني تو سمرايز المسل كونتراكشنز بمنتهى البساطه نوعين اساسيين، حاجه اسمها ايزومتريك مسل كونتراكشن وحاجه اسمها ايزوتونيك. خد من الاسم وظبط الامور. ايزومتريك، ايزومتريك يعني المسل لينس ايه؟ ها؟ نوت تشينج. ايزو يعني مساوي، اللينس نوت تشينج يبقى التنشن ايه؟ افكتد انكريزد. خلاص؟ على النقيض ايزوتونيك التنشن ثابت صح، لكن اللينس ايه؟ اتغير تشينج، ممكن يبقى شورتند وممكن يبقى الونجيتد. وضحت الصوره؟